السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان الكريم، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويرزقنا ويرزقكم السعادة في الدنيا والآخرة. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن موضوع مهم بخصوص كشف جاسوسية أكاي شويتشي. طبعا كلنا نعرف أن أكاي تسلل إلى المنظمة تحت اسم موروبوشي داي وأخذ الاسم الرمزي راي، إلى أن وقعت حادثة المستودع التي أدت إلى طرده من المنظمة. معظم الفانز لو سألتهم من المخطئ أو من السبب في اكتشاف أن أكاي جاسوس، كل الفانز تقريبا سيجيبون بتسرع أن كامل هو السبب أو هو المخطئ، لأنه ذهب لهذا الرجل العجوز وطلب منه المغادرة لأن المكان خطير. لكن للأسف بعد التفكير والبحث تبين أن الخطأ الأكبر حدث من أكاي نفسه، يعني أكاي يقع عليه 99% من الخطأ. السبب الرئيسي الذي جعلني أتأكد من ذلك هو أن تلك الحادثة أثبتت أن أكاي جاسوس، لكنها لا تثبت هل هو جاسوس للـ FBI أم للـ MI6 أم للـ CIA. يعني ما حصل هنا بسبب كامل أدى إلى الإثبات الفعلي أن أكاي واحد من الجواسيس. لكن السؤال المهم، كيف عرف رام أن موروبوشي داي جاسوس للـ FBI تحديدا؟ يعني هو كما قلت ممكن يكون جاسوس لفريق آخر، لكن رام عرف أن أكاي جاسوس تحديدا للـ FBI. السبب كما قلت هو موروبوشي داي نفسه الذي اعترف عندما كان في المنظمة أنه جاسوس FBI. يعني هناك شخصين اعترف لهما أكاي أنه جاسوس عندما كان لا يزال داخل المنظمة. الشخص الأول هو سكوتش، فعندما كان على وشك الانتحار قال له موروبوشي داي: لا تنتحر يا سكوتش، فأنا جاسوس للـ FBI واسمي أكاي شويتش. بصراحة أستبعد أن المنظمة عرفت أن أكاي جاسوس من ذلك الموقف، لأنه لم يكن هناك أحد يراقب المكان، ولا أعتقد أنه توجد أجهزة تنصت على ملابس أكاي أو ملابس سكوتش. يعني من الصعب أن المنظمة تخدع الرجال مثل أكاي أو بوربون أو سكوتش وتضع المنظمة عليهم أجهزة تنصت أو تعقب، لأنهم سيلاحظونها ويكتشفون أنهم مراقبين أو مشكوك في أمرهم. فهذا الموقف ليس من كشف أن أكاي جاسوس FBI، لكن هناك موقف آخر حيث اعترف فيه موروبوشي داي لأحد أعضاء المنظمة أنه جاسوس. تلك العضوة المنظمية التي أخبرها أكاي بذلك هي ميانو أكيمي، التي اعترف لها أكاي اعتراف صريح أنه جاسوس للـ FBI كما تشاهدون هنا. ممكن حد يسألني: هل تقصد أن أكيمي هي من أبلغت المنظمة أن أكاي جاسوس؟ طبعا هذا مستحيل، لأنها كانت تحبه، لذا مستحيل تكشفه وتعرضه للخطر. لكن من السهل على فتاة طيبة مثل أكيمي أن يتم خداعها وتضع المنظمة أجهزة تنصت على ملابسها بدون أن تلاحظ هي ذلك. حتى لو تتذكرون أنهم فعلوا نفس الشيء مع كير، حيث كان موجود على ملابسها جهاز تعقب لكنها لم تكتشف الأمر، والذي اكتشف الأمر هو والدها إيثان هوندو. يعني أقصد أن أقول من السهل أن المنظمة تضع أجهزة تنصت وتعقب على الفتيات مثل كير أو ميانو أكيمي. حتى جوشو لمح أن الفتيات يسهل خداعهن بوضع أجهزة تعقب عليهن عندما وضع إيوري موجا جهاز تنصت على ملابس كازوها. ركزوا معي، أنا لا أقول أن إيوري عضو منظمي لأنه بالتأكيد أحد الحلفاء، لكن هذا الموقف كان تلميح من جوشو أن الفتيات يسهل خداعهن ووضع أجهزة تنصت وتعقب على ملابسهم. يعني إيوري وضعه على ملابس كازوها، لكنه لم يفعل ذلك مع هيجي، لأن هيجي هاتوري كان سيلاحظ طبعا أن إيوري وضع شيء على ملابسه. فما حدث في المنظمة مع كير غالبا حدث أيضا مع ميانو أكيمي، لأنه من الصعب وضع جهاز تعقب على أكاي، لأنه كان سيكتشف الأمر ويعرف أن المنظمة تراقبه. فجهاز التنصت كان على ملابس أكيمي وليس ملابس أكاي. ممكن حد يسألني: طالما أن رام سمع اعتراف موروبوشي داي أنه جاسوس، لماذا لم يأمر بقتله فورا؟ يعني لماذا انتظر حتى حادثة المستودع؟ السبب أن رام كان لابد أن يتأكد فعلا أن أكاي جاسوس، لأنه ممكن يكون أكاي يكذب على أكيمي لكي يستخرج منها معلومات. يعني رام انتظر حتى يتأكد أن اعتراف أكاي صحيح فعلا وهو جاسوس كما اعترف، وليست مجرد كذبة على أكيمي. لذا أي واحد من الفانز يقول لك أن كامل هو السبب، أخبره أنه مخطئ، لأن تلك الحادثة تثبت أن أكاي جاسوس فقط، فهي التي حسمت وأكدت الأمر.
لكن السؤال الأهم، كيف عرف رام أن مربوشي جاسوس للـ FBI تحديدا؟ فالسبب هو أن رام سمع اعتراف مربوشي داي لأكيمي أنه جاسوس FBI. ممكن حد يسألني، كيف عرف رام أن هناك فخ في المستودع؟ السر في القبعة التي يرتديها وكتا عندما دخل المستودع، لأنها غالبا تحتوي على كاميرا بالإضافة إلى خاصية GPS. جوشو لمح إلى أن الكاميرا موجودة في القبعة من خلال تلك اللقطة التي أطلق فيها أوكيا سوبر رصاصة على قبعة كير، فهذا تلميح أن الكاميرا كانت مثبتة في قبعة وكتا من تلك الناحية، بالإضافة أن القبعة فيها خاصية GPS التي كشفت أن هناك أشخاص مختبئين داخل المستودع. يعني مربوشي داي إذا لم يكن جاسوس فالمفروض يكون وحده في المستودع لأنه كان ينتظر جين. فعندما دخل وكتا المستودع بقبعته التي فيها كاميرا GPS، فرام لاحظ أن هناك أشخاص مختبئين في المستودع. فالخلاصة، نستطيع أن نستنتج أن كاميل ليس السبب الرئيسي في كشف جاسوسية مربوشي داي، لأن أكاي نفسه هو السبب، لأنه اعترف لأكيمي واعترف لسكوتش أيضا قبل أن ينتحر. المهم أن خاصية GPS في قبعة وكتا هي التي اكتشف منها رام أن هناك أشخاص غير أكاي مختبئين في هذا المستودع. ولا ننسى كذلك أنه تم تصوير أكاي وكامل أيضا بواسطة كاميرا موجودة في قبعة وكتا. فكامل ليس السبب، لأنه حتى لو لم يتصرف بتسرع ويطلب من العجوز المغادرة، فإن رام أصلا عرف اختباءه بخاصية GPS. يعني الموضوع محسوم حتى لو لم يحدث هذا التصرف من كامل. أخبروني برأيكم في التعليقات، من المخطئ في اكتشاف أن مربوشي داي جاسوس؟ هل مربوشي اللي هو أكاي هو المخطئ، أم تعتقدون أن كامل هو السبب في كشف جاسوسيته؟ أخبروني برأيكم في التعليقات واشتركوا في القناة. وإلى هنا نصل إلى النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.